كابتن هاني، من اهم الظواهر اللي شفناها السنه دي في الدوري ظاهره تغيير المدربين، ويمكن لو بصينا لجدول الدوري هنلاقيها انها اثرت تاثير سلبي على بعض الانديه، ومنهم انديه كبار جدا زي نادي الاسماعيلي. طبعا يا كابتن، احنا يعني تغيير المدربين انا شايف ان هي حاله بتبقى حاله سيئه اكتر من هي ايجابيه، لان طبعا انت ما ينفعش تيجي تبدا موسم يا كابتن بمدرب ومع اول اخفاق ليه او اول او تاني هزيمه ليه او تالت هزيمه ان انت تغيره. ده بيدي انطباع ان مفيش استقرار في استقرار فني واستقرار اداري. وحتى الكابتن عادل اتكلم فيها في اول الحلقه على حته الاستقرار الاداري، ده اهم حاجه بتبقى ان انت تهيئها للاعب. انا شايف ان في فرق كتير جدا، مش النادي الاسماعيلي بس، لكن النادي الاسماعيلي فعلا غير تقريبا حوالي 4 أو 5 مدربين. عندك نادي طنطا تقريبا برضو 4 أو 5 مدربين، النادي المصري نفس الكلام، حرس الحدود تغيير ما بين 2 مدربين، لكن يعني مع برضو مع حتة الإخفاق بعد 3 مباريات. يعني شفنا الكابتن طارق العشري، كابتن حليم كان ماشي كويس، بعد كده الكابتن طارق العشري جه ماسك الفرقة في الآخر، وكان في وقت مهم جدا في مهم، يعني توقيت يعني غريب جدا للنادي اللي حرص بصراحة ان هم يغيروا في توقيت زي ده. واكيد وطبعا جه بالسلب على الفرقة، وبدليل ان الكابتن طارق يعني بعد ما خسروا تقريبا 2 أو 3 ماتشات ورا بعض، الراجل اعتذر عن المهمة، وكابتن حليم رجع تاني. كان طبعا اول ماتش ليه نادي الزمالك اللي خسروا 2-1 تقريبا، وده كان الماتش اللي اكد هبوط نادي حرس الحدود. نادي حرس الحدود طبعا نادي كبير جدا، ونادي ليه تاريخ كبير في الدوري المصري. عندنا برضو نادي طنطا برضو غير مدربين كتير، بدا بالكابتن ايمن المزين، بعد كده تقريبا جاب الكابتن محمد صلاح، بعد كده جاب كابتن احمد سامي، وبعد كده كابتن رضا، بعد كده مزين تاني، بعد كده كابتن رضا عبد العال. فيعني 4 أو 5 مدربين، كراسي موسيقيه. يعني الموضوع غريب جدا بصراحه. يعني انا شايف ان القانون الجديد اللي اتحاد الكوره هيطبقه من السيزون الجاي لحته المدرب ما يمرنش اكتر من فرقتين، فدي حاجه طبعا انا شايف ان هي دي حاجه مهمه جدا، وكانت لازم تحصل من زمان، لان فعلا وبيدي فرصه للمدربين برضو، المدربين الشباب. زي احنا شفنا السنه دي الكابتن احمد كشري، الراجل لما مسك نادي اسوان عمل معاهم نتائج طيبه، لكن طبعا وقعد بيهم في الدوري، فدي حاجه برضو تتحسب له. شفنا الكابتن عماد النحاس يعني عامل، مش عايزين بمناسبه برضو فرقه اسوان طبعا كل التقدير للكابتن احمد كشري، ولكن مش عايزين برضو المجهود ننسى المجهود اللي عمله مع الكابتن مجدي عبد العاطي. اكيد طبعا، اكيد كابتن مجدي من المدربين المحترمين طبعا، لكن انا بتكلم في الفتره اللي الراجل مسك فيها كابتن ايمن، اللي هي حته نفس الموقف بتاع حرس الحدود لما الكابتن طارق مشي وجي الكابتن محمد حليم، بس ما كانش قدامه وقت، لكن الكابتن كشري كان قدامه وقت ان هو يقدر يشتغل، وان هو يقدر ان هو يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، وان هو يقدر يديهم الفعاليه او يديهم الحماس ان هم يقدروا ان هم يقعدوا في الدوري. عندنا المصري نفس الكلام برضو، الكابتن طارق العشري والكابتن ايهاب جلال والكابتن علي ماهر. فانا شايف ان الموضوع يعني بقى اوفر بصراحه، يعني في ناس برضو، انا مش عايز طبعا، كلهم مدربين محترمين وكلهم اساتذتنا في الكوره طبعا، لكن يعني لازم، يعني الكوره كلها بتتغير في العالم يا كابتن ايمن. اللي شايف بنشوف كلنا الدوريات الاوروبيه، الناس كتيره بتمسك، يعني شايفين لامبارد ماشي مع ماسك تشيلسي، عندنا جيرارد برضو ماسك في الدوري الاستكتلندي. ففي فرق، في لعيبه كتيره صغيره وبتمسك يعني، لكن عندنا احنا الدوري المصري يعني راجل متوقف على 10 مدربين بيتغيروا بقالهم 10 سنين. فانا مش عايز طبعا يعني اتدخل في الموضوع اكتر من كده، لكن لابد من تغيير الفكره وتغيير خطه المدربين. وطبعا اتحاد الكره زي ما قلت، يعني القرار اللي خده ده انا شايف ان هو قرار مناسب جدا، وهيتنفذ الموسم الجاي ان شاء الله. اتمنى ان هو يعني يتنفذ برضه، يدي متاخر طبعا، بس يعني هو خد القرار، هو معمول يعني معمول في دول الخليج احسن ما يجيش خالص، يعني معمول في دول الخليج قبلها ب 10 سنين. انا بس عايز اقول كلمه واحده بس للكابتن هاني. اتفضل. هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري ليه المدربين دائما تلاقيه بيفشل يروح نادي تاني والحاجات دي، هو نفسه ما بيشتغلش كويس، عارف ليه؟ لانه عارف المحطه القادمه ليه، لانه هي الموضوع ابعد من انك امكانيات في كره القدم، هي علاقات.
اكتر من النكد، علشان كده ما بيجتهدش كويس، علشان عارف ضامن ان هيروح نادي ايه. بص بيبقى كابتن مظبط يعني، بيبقى مظبط يعني، بيبقى ماسك فرقه ومظبط دايما برضه. تعليق سريع. المدربين اضعف حاجه في المنظومه، في جماهير، في ادارات، في اعلاميين، في نقاد. اسهل حد الناس بتيجي عليه هو المدرب. هم بيفتكروا ان المدرب هو اللي مفروض في ايده كل حاجه، رغم ان ممكن امور تانية ما تبقاش في ايده. ثانيا موضوع التنافس بين المدربين في العالم كله، في مدربين شباب، في مدربين متوسط العمر، في مدربين كبار، ده سوق مفتوح في تنافس. بالعكس انا شايف ان السنه دي الدوري الضخ فيه عدد مدربين كبير جدا، ما كانش بيحصل في العشرة 15 سنه اللي فاتوا. أيوه. يعني هو موضوع تنافس ممكن جدا حد كبير ويفضل موجود. السنه ملوش علاقه انشيلوتي، السنه ملوش علاقه، طبعا هو الموضوع مجال مفتوح. لكن انا السنه دي شايف ان في تغييرات كتيره حصلت، والقرار اللي اتخذه اتحاد الكوره ده كان من مفروض من بدري. بس في النهايه زي ما انا قلت لك، الادارات بتستسهل تغيير المدربين. كتر تغيير المدربين غلط، ولكن احيانا بياتي بنجاح. بعض التغييرات بتحصل فيها نجاح، لكن مش هي القاعده. بس بالنسبه للاستثناء لا دي نسبه كبيره، لكن انا بقول لك بعض صحيح. لا بعض احيانا، لكن مش على طول. لا مش على طول، لا ممكن واحد جدا يفضل فتره وما يوفقش، ممكن تيجي تغييره. لكن مش معنى كده انه تبقى عمليه كل شويه شهر شوية. لا انا مش بتكلم على دي. يعني ابسط مثال الكابتن احمد سامي لما مسك بعد الكابتن حمار الصيدي، ما شاء الله عمل نتائج كويسه جدا. والراجل فنش خامس النهارده، فنش خامس بعد ما طبعا اكيد الكابتن حمار الصيدي. لا بس هو في حاجه طبعا. لا يعني تجربه الكابتن احمد سامي هايله جدا ونجاح كبير وربنا يوفقه. بس كان ممكن جدا لو الكابتن حماده صدقي يكمل، كان ممكن الامور تتظبط معاه. فهي احيانا طبعًا طبعًا. لا ما هو الكابتن حماده صدقي عمل اداء كويس وجاب لعيبه كويسه واشتغل كويس وعمل اساس كويس، ما كانش في توفيق. مش هيجي احمد سامي مثلا هيجي يعدل الفرقه في اسبوعين ثلاثه. بس هو نجح معاه يا كابتن. هي المشكله عندنا في دي، في الحته دي. عايز تخرج يا كابتن؟ عايز تخرج؟ بنتكلم هو اكيد هنتكلم اكتر عن الحالات الغريبه اللي حصلت في الدوري المصري السنه دي، ومنها كثره تغيير المدربين. ولكن هو موسم رائع للنادي الاهلي، والف الف الف مبروك النادي الاهلي كالعاده. ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكرر الانجاز ده على طول كل سنه. تغطيه رائعه من نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن اسامه عرابي بنشكرك حبيبي، الف شكرا ليك. شكرا ليك كابتن عادل عبد الرحمن، بنشكرك، نورتنا وابدعت كالعاده. شكرا يا كابتن، الله يخليك. كابتن عادل مصطفى، تميزت كالعاده حقيقة. شكرا يا كابتن عادل. شكرا يا كابتن. كابتن هاني، اداء متميز، متشكرين جدا. شكرا يا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. يا رب كده عقبال كل سنه ان شاء الله. يا رب عقبال كل سنه ان شاء الله.